طبعا ليها استعدادات خاصة جدا هنعرفها يعني واحنا على مدار حديثنا. لكن كابتن محمد، اكتر حاجة كانت مخوفاك بقى وانت كوتش يعني مدير فني، باكتر حاجة كانت مقلقاك واخدها على عاتقك زي ما بيقولوا قبل مباراة الكاس تحديدا؟ هو بصراحة اللي كنت قلقان منه جدا جدا هي حالة اللعيب، حالة اللعيبة النفسية. النفسية؟ النفسية. لأني هقول لحضرتك حاجة، احنا السنة دي لما قعدنا واتكلمنا طبعا كإدارة نادي ونشاط رياضي وكابتن طارق محروس المدير الفني، وقعدنا اتكلمنا، كنا احنا بتاخد اختيارات سواء أعمار سنية صغيرة ولكن فنياتها عالية، ابتدينا اشتغلنا عليهم طول الموسم. فالقصة كلها كان عندهم المشكلة دايما، مش هقول ثقة في النفس او خوف، لا انا هقول ان انت تصدق نفسك، يعني زي ما بيقولوا في لغة الرياضة، يعني تصدق نفسك، تقلل اخطائك، دايما تحت الضغط تقدر تأدي، لان انت حضرتك لو بصينا لكل المباريات اللي احنا لعبناها هي شوية اخطاء بسيطة جدا او اتخاذ قرارات في توقيتات غلط هي اللي خلتنا نخسر، مش عامل فني خالص، هي مسألة نفسية بحتة. يعني ازاي ان انا بقى عندي سواد انفعالي في الوقت الحاسم بمعنى اصح، او اتخاذ القرار الصح في الوقت الصح يعني. فدي كانت اكتر حاجة خبرات شوية، ما هي دي نتيجة الخبرات. مع ان هقول لحضرتك حاجة، حتى الاعمار السنية اللي موجودة عندنا، الاعمار السنية الصغيرة، المواليد 98 مواليد 2000، فيهم ناس مشاركة في بطولة العالم للشباب واخدة حاصلة على ثالث عالم، وفي ناس من مواليد 2000 واخدة بطولة العالم. فقصدي هو اتعود على الخبرات دي او على المباريات دي او على الضغوط دي. ولكن زي ما حضرتك عارف طبعا، وحضرتك كابتننا في الكلام ده كله، يعني مباريات اهلي وزمالك ليها طبيعة خاصة تماما، بضغوط السوشيال ميديا، بالضغوط النفسية اللي عليك في النادي، بالضغوط الخارجية، بيبقى مباراة مختلفة تماما. فكل المشاكل الخبرة كمان كابتن دي فرقت لما اتطرد منهم اتنين دقيقتين في دقيقتين بالظبط، وانت ما عرفتش تستغل الطرد ده. نستغل ده، وهي دي الجزئيه اللي بقول لحضرتك عليها، ان احنا حضرتك في التوقيتات مهمه جدا جدا ما كانش فيه اللاعب، وده مش بحملهم المسؤوليه او بقلل من شانهم بالظبط، يعني ما فيش اتخاذ القرار في التوقيت ده. يعني توقيت ان احنا كنا كسبين تقريبا فرق اتنين في المباراه دي، اللي هي مباراه الفيصل اللي هي كانت في نهايه الدوري، كنا كسبين فرق اتنين وهم نقصوا 4 دقائق، واحنا ما احرزناش ولا هدف ساعتها، يمكن حتى الحكام رفعت علينا سلبي في التوقيت ده. فدي انا بعتبرها خبرات، ويمكن ده اللي كان مقلقني شويه، العامل النفسي والمعنوي للعيب وثباته او اصراره على المكسب، ان هو يقاتل على المكسب. ولكن انا هقول لك حاجه، يمكن انا مش فوجئت طبعا، لان احنا عارفين خامات اللعيبه اللي معانا، من سواء هم لعيبه عندها شخصيات كويسه او فنيا عاليين، ما فوجئتش على قد ما فوجئت بالاصرار والقوه والعزيمه. احنا كان عندنا لعيبه مصابه كانت شغاله في الغرف بتاعتها علاج وجلسات لغايه الساعه 8 الصبح، والمباراه في نفس اليوم. هو مصمم، ده كان اسلام حسن، كان مصمم يشارك في المباراه. لما بصيت لقيت الروح ده، يمكن انا اول تليفون عملته بعد المباراه على طول كلمت اسلام، بعد ما مشينا من الملعب كلمت اسلام، قلت له ببارك لك على الكاس وببارك لك على الروح اللي انتوا كنتوا فيها النهارده دي، وده اللي كان مقلقني. بس لقيت بصراحه روح قتاليه من اول دقيقه. يمكن حتى احنا والجهاز الفني كله لما بنيجي بقى بندردش دلوقتي بعد المباراه، في ناس تقول لي احنا كنا في حاله غريبه، بس هي حاله فعلا كنا كل واحد بيأدي دوره في حتته، زي ما بيقولوا يعني بلغه الرياضه، يعني كل واحد بيقدر دوره بمنتهى التركيز، بمنتهى القوه، بمنتهى الحماس، سواء بقى كابتن طارق محروس كمدير فني، سواء مدرب حراس المرمى، سواء انا كمدرب عام ودوري في الفريق، مساعد مدرب، الدكتور، كل واحد كان بيأدي دوره بشكل قوي جدا. ودي الحته اللي كنت قلقان منها، بل بالعكس بقى انا فوجئت بالاصرار والعزيمه والروح العاليه اللي هم كانوا بيلعبوا بيها بصراحه، والحمد لله ربنا كرمنا يعني. طبعا